يعني يا دكتور هاخد من حضرتك مقوله ان احنا لازم واحنا في التاسع, يعني السيده الحامل وهي في التاسع تروح لدكتور رضاعه, يعني تتابع معاه من قبل ما تولد, تهتم عشان البيبة ما يبقى بالزبط. هي مستعده للرضاعه ونفسيا تبقى مستعديه, وبعدين البيبة ما يتولد لازم نهتم بالرضاعه. يعني في ساعات يبقى اول 3 ايام ما فيش لبن فعند بعض الناس, انا مش هقول بقى هندي لبن صناعي, طبعا انا هضطر غصب عني هدي لان مفيش, فانا مش هدخله في سكه ان احجزه في حضانه ونتعال, لا احنا هندي رضاعه. بس الصح ان انا اهتم بقى افهم طبعا. الام تاكل ازاي, تشرب سوائل, يعني مثلا الام تقول انا ما عنديش لبن, طب انت اكلتي ايه او شربتي ايه؟ يعني المفروض تاكل كويس, تاكل بروتين, تشرب لبن, تشرب شوربه, تشرب ميه كتير, لازم تاخد فيتامينات. يعني هي تقول لي انا باخد ادويه تنزل لبن, طب اوكي انت اخدت الادويه والمخ قال لك اوكي انا هعمل, بعد اذنك بقى حضرتك طب اعمل منين؟ ما انت اديني المواد الخام اللي انا هصنع بيها. فاحنا محتاجين سوائل, محتاجين تاكل كويس, تهتم باكلها. مش قصه ان البيبي طول النهار انا قاعده بيه, ما هو انت البيبي ده وزنه هنتحاسب عليها, انا قاعده بيه بس مش بعمل اللي في مصلحته, انا اهتم بنفسي. وبعدين الام مش البيبي بس, الام دي هتحتاج بيبي تاني وتالت, فلازم صحيا مواكبه وصحيا كويسه, فلازم تبدا ترضع البيبي وتهتم باكلها عشان ينزل اللبن. لان اول 3 ايام اللبن ده مهم قوي. في بعض الامهات تقول لي ايه انا اديت جلوكوز ودي كارثه طبعا, او اديت سوائل, طبعا ده كارثه لسبب. اولا وزنه هيقل, هيدخل في جفاف, وهيعمله جلوكوز هيعمله تقلصات فظيعه. سوائل اللي هي الاعشاب, اللي هي الاعشاب بالظبط كده, ده بقى مش موجود دلوقتي. لا لا بصي خالص, لا لا هي رضاعه, يعني رضاعه 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 كل ساعتين. لو هي عايزه تظبط المفروض اقل حاجه من 8 ل 12 رضعه في اليوم, تحسبهم بقى هي براحتها, يعني لازم ده اقل حاجه. عشان احنا كل ما رجع هنرجع نقول ان الصفره الكبد بيصبها في الجهاز الهضمي, لازم تحصل حركه الامعاء تتحرك عشان نطرد البليروبين ده, عمرها ما هتتحرك الا بالرضاعه. فكل ما الطفل رجع كل ما الدنيا هتتحسن والصفره هتروح. طيب احنا جالنا سؤال تاني يا دكتور على الواتساب, لغايه امتى لون البراز بتاع البيبي بيكون اخضر مش لونه الطبيعي؟ هو اول 48 ساعه في بعض الاطفال بيطول شويه, وبعد كده المفروض وليه علاقه برضو بالصفره ان البراز يبقى اصفر, ولون البول ملوش لون, ودي مهمه قوي ان الام تعرفها. يعني ساعات الام تيجي تقول لي ايه الحفاضه فيها بول غامق اصفر قوي برتقاني, لا احنا كده في مشكله. اولا تبقى الصفره عاليه عند البيبي, وكمان ان البيبي يعتبر قله سوائل, فبدات الكلى بتنزل البول مركز, وهنلاقي ان البراز بدا يفتح. دي برضو من علامات اللي لازم الام تبقى عارفه كم حفاضه بتتغير عشان تقلق. والموضوع سهل, انا بحفظه امهات سهل قوي, من 12 اول 24 ساعه تبقى حفاضه, ده اقل حاجه, من يومين يبقى حفاضتين. يعني لو جت لي وقالت لي ايه اول 24 ساعه ما جابش بول, اتخض طبعا ازاي, ما 3 ل5 ايام يبقى من 3 ل5 حفاضات, من بعد السادس يبقى 6 حفاضات. بعد كده بقى الطفل بيبقى خلاص كبر وبيرضع, مع كل رضعه هنغير الحفاضه. ده الحفاضات اللي تخلينا نركز برضو مع البيبي الصفرة, لازم ابقى متاكده ان هو بيجيب بول كويس, والا الصفرة هتعلى ويبقى ده داخل في جفاف. لازم نتابع طبعا. بالزبط. طب دكتور هل فيتامين د او فيتامين د ليه دور في علاج الصفرة؟ وفيتامين د احنا بنديه للطفل من اول ما بتولد, ده لازم وبيقعد معاه مستمر الى ممكن بعد السنه, ده مهم جدا. الصفره اساسيه الرضاعه. اوكي الفيتامين د مهم جدا, ولازم من اول يوم ما بيتولد الطفل بياخد فيتامين د, لكن اساسينا احنا كلها اساسي هي الرضاعه. يعني ما ينفع يعني هدي فيتامين د طب والرضاعه فين؟ انا مش معترض على فيتامين د, فيتامين د اوكي, لكن اهم حاجه انا الرضاعه, انا عايزه الامعاء تتحرك عشان البيلروبين اللي كتر خير الكبد خرجه لنا نتخلص منه, والا في مشكله في الجهاز الهضمي. لو الصفره فضلت واقفه وما نزلتش في البراز الجسم هيرجع يمتصها تاني, فهترجع للدم تاني, فاحنا كده بقينا بنزود نسبه الصفره في الدم.